قبل أن نتحدث عن هذا أرحب عبر الهاتف برئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي. سمو الأمير، مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا، مساك الله بالخير أخوي رجاء الله، وأحب أمسي على الأخوان الموجودين. ألف مبروك الفوز اليوم والانتصار. الله يبارك فيك ويسلمك. أنا بس أحب توضحوا لي وش قال الدكتور القنباز. الدكتور صالح قنباز، يبدو أنك لم تتابع حديث سمو الأمير، هو قال أن الحادثة جرت في مباراة الأهلي والنصر في مكة، المباراة كانت يوم الاثنين. هو تلقى تقرير يوم الأربعاء من أعضاء اللجنة، يوم السبت رفع الخطاب لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة لجنة الانضباط، وقال أنه إحنا ما خاطبنا لجنة الانضباط بشكل مباشر. الرجل يا أخوي رجاء الله، ما هي مشكلة التفاصيل. أولا بس أحب أوضح للجميع أنه الخطابات عادة في أي إدارة أنه الأمين العام هو اللي يستلم الخطاب ويوزعه، ولا لا؟ أتوقع يعني أمين عام الاتحاد السعودي لو صدر خطاب، بس هو قال في هذه الجزئية سمو الأمير يروح للأمين العام ونكوك من الأمين العام يتوزع. هل يتأخر يومين يقعد ليلة؟ هذا شيء راجع للأمين العام. شوف أنا بوضح لك شيء بسيط. تفضل. ليش بعد مباراة، سبحان الله، هو أهم شيء أنه وصل بعد مباراة التعاون، يعني مش قبل مباراة التعاون. يعني هم ما شاء الله، يعني شوف رجل أنا بقول شيء واضح، لنا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة قاعدين نتناقش على لجنة الانضباط. هالحين المملكة كلها 27 مليون ما في إلا القنباز السعيد، خلاص سمو الأمير. لا، وبعدين شيء بسيط، أنا أوضح لك، هل الخطاب وصلنا بعد مباراة التعاون ولا قبل مباراة التعاون؟ بس طيب سمو الأمير، يمكن هذا جانب آخر، كون صالح قنباز أو بدر السعيد في اللجنة هذا جانب آخر. نتكلم عن الحدث نفسه، أنتم الآن وصلتكم صورة من خطاب موجه للجنة الانضباط ولا عرفتم بطريقتكم؟ لا، وصلنا صورة. وصلكم صورة اليوم؟ اليوم وصلنا خطاب للتوضيح بعد المباراة، تكلمت مع أمين عام نادي النصر وصلنا خطاب. من الخطاب وصلكم؟ والله رجال ما يحضرني شيء، بس وصلنا من الاتحاد السعودي. من الاتحاد السعودي. هو الدكتور صالح قال أنه بخاطب الاتحاد السعودي، وقال أنه الخطاب لا يبعثه الأمين، أمين اللجنة، يبعث باسم صالح قنباز باعتبار أنه الرئيس. وأقسم بس اللي يقعد جنبه في المدرج ما يحتاج. طيب لا، بس هذا جانب، لكن أقسم سمو الأمير، أقسم الدكتور صالح أنه لا يعلم حتى وهو يوقع الخطاب عن موعد مباراة النصر والهلال. هذا بس للأمانة، لأمانة النقل، لأنه قال هذا. أنا ما أقدر يا رجل كذبة ولا شيء، هو أقسم. لكن سبحان الله كل الوسط الرياضي عارف مباراة النصر والهلال متى ستقام، وأظن لجنة لها شغل في الرياضة يجب أن تعرف المباريات أو بتوقف أحد أو بترسل شيء، وأظن اليوم كانوا موجودين لجنة المنشطات في المباراة، فما أظن ما يعرف في المباراة النصر والهلال. سمو الأمير، يعني شيء مضحك ومؤسف في نفس الوقت. الآن تنتظرون قرار من لجنة الانضباط تتوقع خلال اليومين القادمة؟ والله شوف أنا ما عندي شك إنه بيكون في كلام في لجنة الانضباط، وحسين لازم يستدعى ويأخذ أقواله، لأنه هذول ما هم حكام يكتبون تقارير في المباراة. لكن أنا ما همني كل الموضوع، أنا همني توقيت إرسال الخطاب. وللأمانة هل الدكتور صالح قنباز بيقنعني أنه بدر السعيد ما يعرف على الخطاب؟ هذا لا أشك فيه أبدا. طيب الموضوع. سمو الأمير، يا رجل الله كثر اللغط عليهم في آخر 6 شهور، زي ما قلت لك، يعني المملكة فيها دكاترة وفيها ناس فاهمين، يعني من الأفضل لهم هم لما يقدر عليك اللغط يا أخي. طيب لكن من إعلام، من أندية، من يعني هم صار شغلنا الشاغل في آخر 2 أسبوع، أنت لاحظت البرامج الأخيرة ويجينا خطاب اليوم قبل المباراة، يعني هذا شيء غريب سبحان الله. يعني أنا شوف، أنا ما أقول لك أشكك في أحد، لكن أحكي منطق، أنا أحكي بالمنطق. طيب سمو الأمير، الخطاب اللي وصلكم اليوم مفترض أن يكون موضح فيه أنه بناء على الخطاب المرفوع من لجنة الرقابة على المنشطات رقم كذا بتاريخ كذا، فأكيد أنه واضح فيه الرقم أو التاريخ. أنا ما علي من التاريخ، أنا علينا بعد مباراة التعاون فقط. أنه بعد مباراة التعاون أنت تقصد. طيب لماذا لم يرفع قبل؟ الموضوع مو حصل في مباراة الأهلي؟ صحيح. الخطابات ما نقدر نكتبها في الطيارات ولا في الأرض ولا يا رجل الله. طيب. لا نقعد يعني. طيب. أنا شوف كل شيء قول لي يا، لكن تستغفل الناس، هذه شيء عجيب، أنا ما أقبلها أنه أحد يستغفلني. وهم قاعدين يستغفلون الوسط الرياضي ويستغفلون ذكاء الناس، ترى الناس صارت تفهم.
طيب الان عندكم اجراء ستتخذونه؟ ما في شك، بنرفع شكوى عليهم الاثنين، على لجنه المنشطات وعلى امينها العام وعلى رئيسها. حول توقيت الخطاب وحول لماذا ياتي بعد مباراه التعاون؟ انا بسالك، رئيس لجنه المنشطات له في لجنه المنشطات اكثر مني في النادي، والله مشكله. لا اقصد الخطاب، حول توقيت الخطاب لماذا بعد مباراه التعاون؟ نعم هذا الاعتراض. طيب نعم، شكرا جزيلا لك سمو الامير، شكرا للامير فيصل بن تركي موضحا ما يخصه في هذا الجانب. اعتقد كل الاطراف واضحه. الامير فيصل بن تركي يتحدث عن انه لماذا رفع الخطاب بعد مباراه التعاون، والدكتور صالح قنباز قبل ذلك تحدث عن انه رفع الخطاب يوم السبت بعد مباراه التعاون بيومين. قضيه ستكون ساخنه في الايام القادمه بالتاكيد. يعني انا خلينا نتكلم، ما نتكلم عن نصر او عن فريق ثاني، احنا نتكلم عن اليه. مثلا الاليه اللي في لجنه المنشطات، يفترض ان الرئيس يبدا البحث في داخل لجنته ويبدا في غربلتها. انك انت اتركني من نادي النصر واتركني من نادي الهلال، اي نادي اخر، ان الخطاب يجلس 3 ايام حتى يرفع في خضم الدوري، اكيد انه يكون في ريب، وخصوصا في الحدث هذا. ان حتى لو حصل على نادي الهلال، على فكره انا راح اقف مع الهلال يحسب، يعني احنا نقف مع الهلال نقول لماذا عرفت في التوقيت هذا رفع يوم السبت، اخرت مباراتين. وبرضه حتى لو كانت مباراه مثلا اتحاد اهلي، نفس الطريقه. لذلك انا اتكلم بس عن الاليه في لجنه المنشطات، هذه اشكاليه. والاشكاليه الاخرى انه يعني فعلا رئيس لجنه المنشطات ما يعرف عن توقيت الديربيات. طيب عموما الامير فيصل بن تركي قال انه سيبعث كنادي النصر سيبعث خطاب اعتراضا على التوقيت الذي ارسل فيه الخطاب، واعتراضا على تاخر الخطاب لما بعد مباراه التعاون. هذا التعقيب الاخير الذي ظهر من الامير فيصل بن تركي، قائلا ان لجنه المنشطات بهذا التصرف تستغفل الوسط الرياضي على حد وصفه. أسامة، إذا كان لك تعليق سريع على المؤتمر الصحفي اللي شاهدناه قبل قليل، حتى أروح لبقية المباريات، عندنا مباريات كثير اليوم. نقول يعني دائما المؤتمرات الصحفية يأتي فيها بعض الأشياء اللي، ولكن لا تصل لها الحد. يعني افترض أنك أنت كصحفي حاضر المؤتمر الصحفي، نقاش بحدك. نعم، لا يعني افترض أنك تسأل المدرب، إذا بتبغى توضح وجهة نظرك في السؤال قبل لا تسأل. بعضهم يقول لك يمكن المدرب ما يفهم السؤال بالضبط. أنا أطرح مثلا جزئية بسيطة من يعني سؤالي ووضح له الكلام. ولكن اللي شاهدناه يعني اليوم في نوع من الحده، وانت الهلال ما كسب ما، يعني هالاشياء مو انت، يعني انت كاعلامي وكصحفي مو هو بدورك انك تناقش بالشكل. اذا بتناقش بالشكل هذا يفترض في حوار خاص فيك انت والمدرب، بدون مؤتمرات صحفيه، حاضر جميع وسائل الاعلام، منقول على الهواء، يفترض ما يكون بالشكل هذا. يفترض بينك وبين المدرب بشكل خاص تتخذ حريتك في هالكلام. ولكن في مؤتمر صحفي بالشيء اللي شاهدناه اليوم، يفترض هالشيء خطا، وفرض شيء واحد انه تطرح سؤالك وتوقف عن اي شيء. وهذه الحقيقه اللي يعني ما نتمنى يتكرر في المستقبل. لك تعليق عبد العزيز؟ والله تعليق في البدايه، اول شيء اشكر الاستاذ عيد الثقيل اللي اوقف الاخ عبد الرحمن ابو عود عاده جريده، يعني صدر الان، نعم صدر القرار الان بايقافه بالاحداث اللي حصلت. معناها اذا، وهذا حقيقه، نعم هذا حقيقه، يعني مسؤوليه اعلاميه من الاخ عيد. هذا واحد. الشخص الثاني، الشيء الثاني، اذا فعلا يعني الاعلامي عبد الرحمن ابو عود ما يتحمل خسائر الهلال، يفترض انه برضه يعتذر عن المباراه هذه، لان حقيقه هذه هي مسؤوليه اعلاميه. انت لك ميول وانا لي ميول والثاني ميول. لما تطلع بصفه الاعلامي يفترض انك تكون موضوعي، عارف يعني. طيب الكلام اللي يذكر في الاستراحات، يذكر في المجالس، يعني انت تحمل مسؤوليه اعلاميه. برضه المدرب هذا له، نعم هذا يعني هذا المدرب له. طيب تاريخه، ونادي الهلال برضه له تاريخه، وفي ناس صحيح تقدر تحاسب المدرب، وفي اداره تحاسب المدرب. ما تطلع بالصوره. طيب هذه لا سيما ان المباراه منقوله لاغلب دول العالم، فنطلع بصوره اعلاميه كذا. لذلك برضه الوسط الاعلامي الرياضي يحتاج الى هو واحد من الزملاء الشبان، نتمنى لهم ان شاء الله دائما لا لا قديم هو خبرته قديمه ما شاء الله، كان يشتغل افلام الرياضيه، وكان يعني تنقل ذاك سوري دائما المؤتمرات الصحفيه. انك تكون انت محدد، يعني انك خلاص تسال سؤالك، اللي انت مطلوب انك توضح المدرب. حتى يبدو لي حتى المؤتمر له توقيت برضه مع اعلامي اخر، مو هو بس ابو خالد. لا في توقيت محدد، المؤتمرات الصحفيه 10 دقائق لكل، هو 20 دقيقه 10 دقائق لكل. لا انا اقصد الاسئله كم مدتها؟ هو 10 دقائق او ثلاث، اذا بعض المرات بعض المدربين
دائما يسترسل في الكلام بتعطيه ثلاث اسئله. طب معها اعلامي اخر غيره ما نظلم اللاعب ما نبغى صح؟ والله ما احس المتعب هو قالوا اللي شفنا قدامه هو النقاش الحاد الشاشه كان عبد الرحمن بعد. طيب على اي حال سأل